عيش الذرة، عيش ذرة خالي من الجلوتين برضو وحلو جدا وسهل قوي، بس طعمه حكاية. يعني الذرة أساسا فيه طعمها غالب لوحدها، مش محتاجة تحطي أي حاجة فيه غير إنه يتاكل كده حاف لو عايزة مع كوباية شاي، مع كوباية أي حاجة أنت حباها. مقادير العيش بتاع الذرة الخالي من الجلوتين: كوباية من الدقيق الذرة الناعم، تلتين كوباية من نشا البطاطس، معلقتين صغيرين من الملح، 10 جرام خميرة جافة، وعندنا كوباية من الذرة المعلبة اللي هي الحبوب، كمان عندنا مية دافية حسب الحاجة، يعني كوباية إلا ربع أو حسب ما تحبوا، يعني 3/4 كوباية. طيب هنعمل إيه؟ نفس الفكرة، بصوا هناخد المكونات مع بعضها أهي، بسيطة جدا. ده بقى برضو بيتخمر على مرحلتين، العجن بعد ما نعجنه بنخمره قد ايه؟ بنخمره ساعة، وهو في الحلة بتاعته او هو في البولة، بنصبه في بولة ونسيبه ساعة برضو يتخمر معانا. بعد ما يتخمر معانا ساعة بنحط الصينية بتاعتنا ندهنها بشوية زيت ونقوم عاملينها على طول، نفس الفكرة يعني، نسيبها برضو 45 دقيقة ونفس فكرة الفرن، درجة الحرارة 250، قبلها بتلت ساعة نحط أو ربع ساعة أو نص ساعة، نسخن الفرن حلو جدا على درجة الحرارة 250، وبعد كده نحط فيها بولة فيها مية، البولة تكون غويطة، ينفع نحطها في الفرن، نحط فيها مية مغلية من الكتل لحد ما تعملي حمام بخار. بعد كده آخد العيش بتاعي أدخله في الفرن نص ساعة وتلاقي معاك العيش حلو جدا. يلا نقلب تقليبة بسيطة، بس نحط الأول هنا الذرة بتاعتنا. عايز اخد كل حاجة اهي بالشكل ده، هقلب تقليبة وابتدي احط المية بتاعتي. يلا بينا، بسم الله. طيب الفكرة في العيش ده كله اننا بنعجنه، اهم حاجة نعجنه او نضربه 15 دقيقة، يعني 15 دقيقة وهو بيتضرب في العجان او بايدينا واحنا بنتكلم كده مع بعض، بندردش مع بعض، نقوم ضربين الخليط ده لحد ما يبقى عندي نفس قوام الكيكة، مش التقيلة قوي ومش الخفيفة قوي، يعني مش المايعة بزيادة، ويبقى عندي، عايزة اقول لكم هيبقى رائع وحلو معاكم، بس تتبعوا الخطوات اللي احنا بنقول عليها. خليته عجنته، هوريكم القوام بتاعه الاول اهو. طيب اهو بصوا ده القوام بتاعي بالشكل ده اهي، قوام بسيط جدا ونفس فكرة الكيك اهو. هعمله بالشكل ده؟ لا مش هعمله كده، هسيبه في الحلة بتاعته واغطيه لحد ما يتعدي عليه ساعة، 60 دقيقة. بعد 60 دقيقة اجيب صينية زي دي، عادية جدا، صينية اللي بدخلها الفرن عادية جدا، احط فيها نقطة من الزيت، ضروري جدا الخطوة دي يا جماعة. ونعمل ايه؟ وندهنها اهو، ندهن الجناب كويس قوي وبالشكل ده. السور بتاعها ما يبقاش عالي معاكم، بس مش صينية بيتزا، لا صينية عادية جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل ايه انا؟ هبتدي اصب الخليط بتاعي نفس فكرة الكيكة، بتعلى معايا ما تقلقوش، بيعلى معاكم حلو جدا، يعني هيعلى لحد نص مثلا الصينية بتاعتي. هعمل كده انزل بالعيش بتاعي، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي انا محتاجاه، او هو ده القوام اللي انا عايزاه. طيب يا زوزو، عجنت العيش 15 دقيقة، حطيت مكونات كلها على بعضها، المية لازم تبقى معانا دافية تمام، حطيت المكونات خلطتها 15 دقيقة، بعد ال 15 دقيقة بسيبها في بولة، اصبه في بولة واغطيها واخليها على جنب مدة ساعة يتخمر معايا. اتخمر معايا مدة الساعة هعمل ايه؟ هاخده هجيب صينية هدهنها بشوية من الزبدة، وهقوم نازلة بالخليط بتاعي اللي هو اساسا خليطه عامل زي الكيك عندي. اكون اول ما اصبه هنا
هسيبه 45 دقيقة، هتفضلي الربع الساعة الأخيرة أو 20 دقيقة الأخيرة قبل ما يخلص مدة التخمير بتاعنا ما نعديهاش عشان ما يمررش معانا العيش. أول ما تعدي مدة التخمير بتاعتي ويفضل لي ربع ساعة أو 20 دقيقة بالظبط تلت ساعة، أروح للفرن أشغله على درجة حرارة 250، أدخل صينية زي دي مليانة مية للآخر من الكتل، أخليها تغلي تعمل حمام بخار. أول ما أخلص المدة بتاعت التخمير أبقى قفلت الربع ساعة كمان وتلت ساعة اللي فاضلين عندي، هنعمل إيه؟ أخد صينية بتاعتي وأدخلها الفرن نص ساعة وطلعي الفرن أو لحد ما تلاقي العيش بتاعك بقى لونه ذهبي. بس كده طلعي العيش بتاعك وكليه، هتلاقيه حلو جدا معاكي بالصحة والراحة. هنخليه برضو يتخمر مع أخوه